النعود الثلجات. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بخير. هذا المكان وين بيتنا؟ هذا المكان كله مبارح كان. صباح الخير سعيد. هلا أبو محمد، هلا هلا. How are you؟ حوالي 15 20 نفر داروا فيها الحجرتين. يلا يلا، شو أقول لكم، طارحة ترى كان النايلون فيهن، لبسات من نايلون. ها وحين كل واحد وش القرطاس النايلون. خلينا على ترى النايلون دبي. نايلون سبحان الله. توكل على ربنا نمشي. شوف ها الأمطار. ما شيء فايد، شو بتسوي؟ مضطرين الحين. نمشي لين يقطع الشاب، يقطع الشاب أكمل مشي. شالين قراطيس نايلون عبا على شرات الكنادير نلبسن. أني مطها. شوف لا والله اللي جاي أي المطر. إن شاء الله ما علينا باس. يا رب. شوف الحالة. هذا تمشي يمكن حوالي 10 كيلو. هذا ابوي ها توه نازل الحين، متوقعين ابوي في امطار وايد قويه اليوم. شكرا. يلا بارك الله، سوي سلام عليك ابن فرات. هالرجال فقير لا نعرفه لا مباو ولا بسبع، لكن اظني خص حاليته بهالجماعه. وين سرقوا ابراهيم؟ ابراهيم ركبوا السياره بابا خليل. هي سرقوا الجماعه الثانيه بيت ثاني. هذا التين ابو محمد. خلي ولي التين انت حينة. تينا ون. شوف الفريج ها كلبي، نحن جايين من الطريق هذاك. نه شو اسم اللي بلك كنا فيه البارحه؟ ايه جبل حريم. جبل خنزور. جبل حريم. جبل حريم وجبل خنزور. وهاي البقعه شو اسمها؟ سي. هاي السي ها. شوف الوديان. يا شوف كم مرتب انقطع الشوارع. كم الحين كيلو لين نوصل؟ الحين 16 كيلو طرف. ان شاء الله ما علينا باس. بارك الله فيكم. تال ما شيء ويلا يلا هنا القطة سيجنال وحين ابوي بنمشي كل من يانا وادي بنطالع طريقة نعبر عن الوادي شرق ولا غرب، المهم يكون مكان ما بعرف شو الطريقة لكن يمكن حد مجرد. ابراهيم يقول بني يده. ابراهيم شارك في المأساة مغامرة صح؟ مغامرة جميلة اي ياسمين يا ريال. اي سي تنبيه سي ها طال واجه قال حافل الشارع هذا الشارع اللي كان امس عليه رضوان من الله. ما ببعيد على راس الخيمه شفت الشيبات هاي لك الحمر في راس الخيمه غليله خلف الجبل برا الجبل غليله 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 هي والله وين؟ هذا حين الوادي خطف عبره وقوم ابراهيم احنا بيجينا الدري ونحن بيعبرنا مره ثانيه هذا ما من الوادي ما يرمون يخطفون منه لازم سياره من تحضه. ترى اقول لكم جماعه انتوا عادي الموضوع هذا المستوي عادي يعني عادي شيرتيني كل يوم كل مره يا اله الا الله ابو هالجماعه عادي نحن مشكله نحن اللي ما يا رب بسم الله الرحمن نحن ابوي اللي ما بعادي عدله ابدا ما بعادي ما بعادي ما بعادي بحياتي ما مضى علي ولا سمعت لا في التلفزيون ولا في الاخبار ان عن ابو فوق انا يوم جيت وشفت المكان هذا بلاد فوق قمه اليبل هاي روحها عجبه انا اسمع الاول ان شحوح يعني يسكنون عالي الجبال لكن مدن لا قرى لا مزارع لا ما توقعت انا ابو قورة شيرة التين كبر الفله ثلاث ادوار هاي فله ثلاث ادوار الحين اللي تشوفونه والخيل معواوين سبحانك يا رب كل هذا فوق نحن شفت يوم مثلا شفتوا فوهت جبل بهلكم فوهت جبل بركان جبل بركان هذا كل عباره عن فوهه وحده المكان هذا اللي نحن فيه هذا ما ادري كم كيلو بكم كيلو طوله بعرضه عمقه في قمة اليبل والعالم ابوي زارع ويتنهد ابوي الوديان كلها تربوا فيها البقعة فهذا مكان حصاد لهم يزرعون الحنطة والحب وما ادري كيف وما ادري كيف وهذا شوف بيوتهم وين شوفوا هنا البيوت يا ربي يا ربي يا ربي مستمتع بابراهيم متعة حركة يعني والبيع
البيت ابوي لينا هاك النواطيره البتان الاثنين الولد ويبوه شغالين كم من سنه وظهر فقار عن بيتهم وخلونا نحن نجلس فيه طول الليل ما ونوا شاي وقهوه شاي وقهوه شاي وقهوه وعشانك عشانك كان الله يحفظكم رزق كوسه قول والله يا ابو عيش ورق كوسه اي والله برياني عيش على كوسه ترى منطقه هاي المكان اللي نحن في البيت الرجال هالبتاني اللي في ناطور وغذاء على المعلبات ومن اول ما جينا كل المعلب يمكن كرتون حليب وقف مونت كامله استنزفناها 20 ادمي بعد سيارتين من غير عوائل هناك الله العالم مفهم هايك مساكين حريم عندهم فروخ ويهال حالتهم لله ما يندرى كيف هاك بيطيرون شو بيشلهم في طياره بالمطر ابشروا بالمطر ابشروا بالمطر حسب شي بقول الحمير بتعبر من نوق ما قبرك ها الحمير بتعبر لكن ما قبرك من الوالد الله كريم شكل اليوم ابو محمد ما بنطلع من السي برايها بريلس ببلاد مسلمين ومكان فنان الله اكبر مغامرات نصور السياره انا اشوف بنعبر له شو بنسوي ما هي بنعبر يا رب شو الارض ها اعتقد الوري ينزل محلاه ها ها حاليا بلا ابراهيم بو فيزر جدا واجد تشوف ها كيف تدخل في الوادي قول والله والله خوف انا بنوخذ زين ابراهيم هذا شو حظه وانت ابراهيم ليش رديت شو ايش ردك وصلنا لهنا رديت عشان الرجال ياخذ شي خصك انت بالتليفون كان نزلت حق دور استاذ السيارة علينا نحن هاي لا اسميك انت راعي بصاير لك لو تريواتك لا تم هنا بي انت معك ايام نبي نتصل بك الشغل اوكي بقى لك تحت نحضر قدامك اذا الشغل زين ابي تاه تحدد زر حلمتك سيف والبي سيف صعب لا هني ترى نتدبر بنمشي ايش تعمل انت شفت الحاله ايش تعمل لبن بيوت انا كنت سوي الريال شو دبا ما بقولك شي معك تريود الحلمه معك بسو تليفون معك عادي سحب وروك كنترول هذا يكون احسن ما طاب وقالوا للثيلس دعمك صغير قال لا أنا بمشي وراك بتسحب وحده هنتي يشيمتن فيها الخان نعم يشيمتن فيه ما وجدت في حد والله يا أبوكم يعني ما ونى طول الليل ما خلى سح في البخار حتى الحشاف مال الدبش يابه حتى الحشاف يابه الطموح مليوع برد ابراهيم كلت لا تقول ما كلت حشاف يا ربي ما تشرب البارح يقولوا كلت مثل شي عيش شويه برياني كوسه ايش ودياي ايش وديك ذبح ولا ديك ذبح لك ديك ذبح ولا ديك ذبح ولا بالله صدق ابراهيم كلت ابنه كلت حلو في دمتك جديد طازج مرة رب الله تكمقواك ها ابتدينا ندخل في الوادي مسلم الله هذا كم المسافة من وين لوين خزر لا من الى الوادي لين خط من هال من هالوادي دقيقة يا الله الدقيقة عن 600 ساعة ايوه شوف الله عليكم سيارة تسبح في نص الوادي خدي من خدي من دي مرحلة الخطر لا قدام صفر بعد يلا ناكل العود بنحب تشوف قول والله الله يسلم انا بسرعه خلاص من وقال ما ترمون تخطفوا يلا ابراهيم يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم هذا بعد بيته هنا بيوت حالية تم شوف الله عليك وين بانين هذه أبي بانين وين زارعين اللمبو همبو بروان بمبر هالبحرين بمبر بالسناسين شو Yeah.
ها في وين؟ ابراهيم قطار 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 يلا يلا ردت العراق. Good morning صباح النور. هاي هناك الحجتين ما ضم حتحول فريج هذا. عرفتوا ليش يسوون حجارهم شيء طورانيات وهالنمون أهلين لجل حلو وضعها هالنمون الحجار. شو السبب؟ شرات الطامورة. أساس الجو جوهم تي لا تستغربون يوم يسوون حجر تحت الأرض مدفونة وحجر فوق الأرض ما شو هالرجال ما تبي سائر هذا كذابي بنغالي حارس بعد دار من هالعمان من هالشرق يا ربي يا أخي خيبة طفا هذا ها هاي بيقول عفاريت سووا الله ولا كان مطر مر ولا ضر عنده ايه هاي اقول لك ها بيت شل محفوف كان هذا ها ايوه ما شيء وحده هنتين الله ولا كان ولا كان عفد هالدنيا كلها هاي اقول لك هو العفاريت اقولكم غير نمونه صباح الخير صباح النور ها وين ساير والله يا ابو كل المطر ما بطاي يخف ما بطاي يوجف ها شوف وين جاي الظلمه من غرب هو وبارد هو بارد موت يا ربي هاي اللي هناك يمشي المطر شي اللي ينزل شي روحه شرات لولو هاك يسمونه الطهابيبه ولا غير على المطر هذا نحن نعرف الميل والنفاف والميلي هاي كلها نحن هذا نسيت والله شو اسمه طهابيب لا اله حشرات الولف هذا من السماء طلق الله يرحمك عمتي موضي دول بيت في اكرب هالنمون مطبخها الله يرحمها هي والله المطبخ الاولي اللي قبل 40 سنه هي منو عندها النمون بعد قبل المطبخ ما حد ابوي الحمد لله الله غير من حال الى حال يا ربي هل هالبيوت كلنا مخلي بيبانه طلقه ترى عندكم ها هذا البيت ليش قدام حمار هذا اللي بحي انا كنت فيه هذا هو؟ اي والله هذا هناك وين كنت البح مصور اي والله ما عرفت الحين هذا البيت اللي قدامه حمار هذا وفي الليل ما عرفت الحين عرفته سبحانك يا رب الحمار عاد ما يندرابه وين الحمار ما يندرابه اي والله الحين هذا هاي روض المهني وديان من تصب من ليبال تدفق روضت المياه كلها في هالبقعة اي والله تروض ابوي المياه بالوديان مصب الوديان كله يصب لي وحين هذا الشارع تشوفوا ذاك ليبال هذا الشارع لكن مرتفع منسوب الماء وهذا المخطف الوحيد غير ما شيء هم يصيروا يوم الشاي يركبون على ليبال هاي تشوفونهم يمشون عليه هنا ها كان متشلبح علي دار عادي خبر خير خبر خير هم الجماعة يتشلبحون يا شو ما شو بنيانهم فوق شمنة لأن هاي وديان لا إله إلا الله تجمع أمطار الوديان هالشي أبوكم شوفهم متأقلمين الشدة والقوة اللي فيهم قوة العفاريت شمنة قوة العفاريت أبوي من هاليبال أنا أبوه حليبات تحت حصى ما شاء الله عليهم هاي الشيء حين طامورة شو هذه حين هذه مخزن هذا قفل نحن ياسين تريح دينا وخطف واحد ابو كروزر ابو شنب وشلنا قالوا لي ودهم بيت قوم صعيد منو ولد علات لا شيء هذا اسم هناك بيته قيطف ولد قيطف
شلنا ابوي عباره بنا ما كان الوادي ها موجود هناك بيت علي وفوق ها بيت مثل بقول لكم حجر 20 حجره من هالنمونه. بشكركم ظهرت الشمس. ظهرت الشمس الحمد لله. ظهرت الشمس في الخوف من هالظلمة اللي جاي منا. محمد بين نشكر صاحب اسمه هذا البيت هذا. لا سيف احمد علات. ها سيف هذا هذا البيت راعيه اسمه سيف بن احمد بن علات. الضفوري. جزاه الله خير. اي والله جزاه الله خير باب الطلق وينا ودرعمنا. والنعم والنعم. وبطابخ مطلقه ودنياهم طلقه. جزاه الله خير. اي والله وهل بالبيت هذا الباع بعد لي لفونا هذا عم هذا ظهوري اي هذا عبيد ظهوريين ويينا بعد دخلنا هناك في السنه الطرف هذاك في الليل يوم اشتد المطر البيوت ترى كلها طلقه ما حد يسكر بيته في هالبكره يسكر بيته ابدا ابدا البيوت كلها طلقه لو ما فيها احد البيوت طلقه اللي بيي بيبات بيقيل محمد نعطيك معلومه هذا هالمكان هناك في يبطلون مكان ينزل الماي كامل كيف تفضي القاعه من وين تتصرف بالزمان هناك في مكان مخرج هنا بنفس بنص الشارع تقريبا لكن احنا ندفن بسبب الشارع على حسب ما يقال من يبطلوه يخلص الماي ينزل الماي سبحان الاوليين ها خادمين ها خدمه الاوليين بس هالوقت خلاص ما حد الحين ما حد يعاوده الشواب يندل المكان لكن الشواب الشواب ماتوا وخرفوا لا في بعض موجودين يا رب ابوي ما حول ها طلمت الدنيا يا رب اشكر محمد سلطان طال عمرك البيت الاولي اي نعم راعي البيت الاول اللي في البيت الثاني الاثنين محمد سلطان مرزوقنا محمد سلطان مرزوق جزاه الله خير ما قصروا ما قصروا ما قصر بياض الوجه كل زين وكل مغامره جميله وفنانه يعني عشر اجواء انا بحياتي ما عشت هالنمونه لا اله الا الله شيء جميل والله المشكله عاد حينه شو بقول لكم؟ نبرد؟ ابي زراعتي ابي بيتي ابي عيالي هاي المشكله والله قالوا انه رمسوا هل بالجيش وقالوا انه يتم الموافقه من مسكت وبيطرشون لنا هليكوبتر لكي تريونا وان الخومه هاي شوي تخف بيطرشون الهليكوبتر من الكبار بتشلنا كلنا نحن اللي هني تودينا خصب تريع فرحنا ابوي بالشمس يوم ظهرت الحين فرحنا بها والله ما ها طالع قالوا الحين ها يا في انكم شيء بعد مناك استغفر الله هالغيب بعد من يجي فوق هالبقعه في نص في هاليبال لازم يصب المطر لين هذا من يصير مناك هذه الارض فيها بقعه تذب المطر تسوي له حركات وتخليه ينزل ها ها شو هالظلمه حيتي فوق هني ها انت التاس الدنيا جت المطور كلها مزرت هل البقعه اللي تشوفونها والصب الوديان كله اقول لك سعيد الوادي هذا وين الحين الوديان هذا وين الصب كلها اخر هي من واديين زين من واديين من المحل نبيع خصب ونبيع خصب لين السد اي سد؟ خصب سد خصب اللي هني وليه عالي هناك؟ هناك من الصحاصة حتى واحد يصير راس الخيمة من بانا ما يبين من الصوب ما يبين والله خلف الجبل هاي شفت المكان اللي ماكل فيه اكل هناك؟ هي هذاك تنزل تحت شوف انت هذاك الوديان تصير راس الخيمة من وادي بانا من بانا والروضة تنزل وادي البيح هي عندي بخبرك اقول لكم هالرجال ترى الحين بقص علينا يوم في الليل يوم في الليل قص علينا قصة الحين بخبركم عنها اخبر عن قصك هذا الرجال كان يشتغل اول ابو ظبي وفي سوق ابو ظبي الاول شاف ابوي وحده عدال خياط واشتحن فيها ما كذب خبر زين ما بخبركم عن نوم العرب هو عدلي من نوم العرب لا ما بخبر الاحداثيه زين واشتحن فيها وشل امه وابوه من هالبقعه وساره هناك خطبه ما طاعوا جربونه كان يشتغل شرطي ما ادري شو يشتغل المهم ما قربوه وبيموت على هاي البنيه وخذ بنت عمه هني في هالبلاد ويوم نش ابوي وسماها شو سماها؟ شو اسمها البنية؟ سماها العنود ليه اي كان اللي يحب اسمها العنود ونش ابوي اي وسمى ابوي بنته العنود ها هاي اللي تشوفون كان جميل الاول
كان زين الحين ما ادري هن من شو غدابه. سبحان الله يقول كان جميل الاول. اي يا شارع حمدان ما تشي اتقمح عنثار الليل. لا اله الا الله. يا ابوك زين يوم ما اخذك. يقول الاول من الحب. اكل جيب لي تشوفونه يمشي ابوي على الرنقات. يمشي على الرنقات ما بيروم يخطف. مستحيل يخطف. مستحيل. شو اسمك انت؟ شو اسم؟ نعم. ها؟ اجاز. شكرا جزيلا. نمبر 1 انت. اتصل فيه طال عمك محمد سلطان صاحب البيت. راعي البيت ساعه ارباب يسوي تليفون؟ ارباب يسوي تليفون قال انت تعال البيت. يرجع مره ثانيه؟ لا لا كل واحد شكرا. قول حق ارباب. كل واحد نعم. قول حق ارباب شكرا. بيت بن علوت وبيت محمد سلطان. كله نمبر 1. كريم انت، انت كريم تشتغل عند كرام وتسوي كريم. الله اكبر. الله اي والله. الله اكبر. ترتيب مال انت سمسم ترتيب هذا مال جبل. كم سنه انت هني موجود؟ 6 سنوات. وتعرف كلام مال جبل؟ اه شو كلام؟ بس كل شيء. زين قول لي كيف حالك؟ كيف حالك؟ لا مال جبل كلام. نفس الكلام. نفس الكلام بس وش حالك؟ ايه وحالك؟ دبر زياده كلام وحالك؟ ايه الحين انت وين يجي من البيت؟ يجي ماي؟ لو في واحد حماره موت هناك ها؟ حماره ما في انا تيس. تيس الحماره؟ لا في حمار. هذا حمار ما في ماله تيس. في تيس وفي حمار. انت شفته؟ حماره اللي باح ياس عدالي حليلها فقيره هناك خازت عن مكانها وخلتني ياس. فقيره ضحت بعمرها ماتت. هذا هو هاي البارحه كان عندنا؟ هذا غيره؟ يشابه. عمك؟ ثلاث امي ولا انا مني بعد. واحد انا واحد ثاني. ها مبسوط؟ الحمد لله. زين زين. الريال ابوي الريال هب بخير. من عقب فراق راعي ابو ربي. الريال هب هب بخير. اي والله. ليش سمى ابوي؟ سمى بنت عليها. الريال مره من هاك اليوم يقول كان الاول جميل سبحان الله. ما ادري شو غدا هالنمونه. جمحتي جمح الريال. يقول اول جميل انا كنت اللي فتح السالفه هذه. الله يحفظكم انه حاط شغلي البارحه قصيده الجمري اتوقع الصخر شيء الاغنيه يوم حانت ساعه الوداع. هي يوم حانت ساعه وداعي شفت عين الخل دماعه قلت يا المظلوم ايش الداعي؟ هي قال ودي نصف الأربعة. هي محمد بن سوقات طلع محمد بن سوقات. هي انزين ناس كان يقول عاد هذا هالشي يوم تطيح الاغنيه هاك الايام ابوي انا كنت في ابو ظبي وهذا ما مضى وهذا ما مضى رام عادي عند السالفه قدامي اللي قفلت عديت عليكم. بالمقار صبيب خارجي صبيب نعم صبيب تم ترجين هذا قواطي فول بلاليق وصح جبن وما ادري شو معلبات الحمد لله شاي وقهوه الحمد لله ملاقطين مكان مدرين بس مش عارف انا صبيب 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 في المطار طلع عليه زاد بطريقه قويه شوف الوديان احلى الوديان يا ربي الحين بخطف الوادي خطف الوادي يزيد على هاي تبقى عليه شوف الكشف فوق ها؟ يا ربي هذه الرأله جبل حليب هاي طياره بتي لا بتي لا طياره ولا حماره والله اهم شيء الحموره اي والله حليل هنشت وماتت ماتت يا ربي سيف ما هناك هناك شوف سيف شوف السيول شوف السيول بالله عليكم شوف السيول شوف الشلالات يا ربي يا ربي اسمي هدا اسمي هدا اسمي هدا
بالبارح باليوم الأمطار ما بطايع توجف تبارك الرحمن. نعم ما بطايع توجف أبوي، ما بطايع توجف الوديان والأمطار، وها بغي من زخم ليدي على ما تشوفون. ها بالبارح باليوم بزيادة حين ما بطايع يوجف، ها بطايع شعاف هنا بزيد. هبه راعي البيت تو وياي ود يا من خصب كيف وصل الله اعلم به تشلبح على اليبل يا يرحب ابنه. ها الحين كل هذا اتفاق. ها هاي رابع يلا نتوكل والله. ها شو وين يلا بروح نمشي. ها بروح يلا توكلنا روح. يقول شي حمير ولا شي حمير منون يلا على حمير بك او سيتي فهد مولك كم شهر انت بابت حمدو بشهر وصلنا كم شهر شف زي هذا راعي البيت. يعني بشلو هذا راعي نحن فيه. لا مش مشكور عقدوا بالاجتماع اسفر انه شيء بكروزر ابو شنب يحطون كنا بوث الكريه يخطفون من الوادي. ها بنمشي ولا بعدنا نمشي نمشي شوف انت تروحين كذا. ها نمشي انت طال عمرك بخليك وتتوكل. ايه بنمشي ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله. يلا قوموا قم ابراهيم. ماشي طيارة شي حمارة ما شي طيارة الأجواء هم قالوا ما تطير طيارة صعب على حمارة سيارة موجودة هلا تروح الشارجو له. ايه ايوه بنقدمك المنتوج بعدين. ايه انزين ماشي مش كده ايوه توكلنا على الله قدم الغريب والحق يقول لك يا رك الله يا رك الله. ماشي غريب عاشوا عاشوا ماشي مكسور قم انت بروح. ها يوصلونا لين مكان القص هم بيتم نحن بنسير بخليك متولها يعني تشيل تشيل اربع خمس فاهمني كيف؟ قم عادة تتهم ويانا دريولية. ها قم ما دريولية سفاها يا ريال. ها ايه رجال هاي رجال ما عندهم واحد واثنين يشلونك انتم السيارة فوق راسك. مالك مالك لا تسذب على الفقير واي طيارة. قم ابراهيم والله بالصح. ها مالك شو انت صوبنا مرة والله مسلسل واخراج ودنيا عمرك بالعالمين صدق ابو محمد لا تون ابويا ساعه مصيبه كبرى. شو يقول الحين ابراهيم؟ اسلم ما ادري شو يقول يا اخي. يقول ما يتكلم عربي. احنا من كبرنا الحين الاجواء طيب ان شاء الله. ايه تحضر الناس صافي الحين وفيه. انت بتتكلم مع الناس بنزلك اول ناس انت فاهمني كيف؟ ماشي خوف يعني ان شاء الله. ما شيء حساب موجود بعد الله ثم انتم ما في خلاص. لا تحسب حساب طال عمرك احنا موجودين. ليه ما احنا موجودين؟ احنا اولا موت وبعدين انت. لا اكيد الله عليكم لكن تدري ابو خليل تدري شو الحين المشكله تدري وين المشكله؟ هذا الماي انت تقول عرفته؟ هني مشي في وادي مشي في حصى
شفت تلبح انا المشكله وين دربحوها كيف دربحوها اي ها شو صدري يدفع بمحمل اشكرك ها ها ابوك ابكبر حصاه صحيح والله ما في هذا ابوي من من فارق شو اسمها فارق العنود هما بخير اشكرك من فارق العنود قد هنمونه اشكر فنك يا ابو اي والله يا ابوك رايت غضبي تسلم اي عزيز غازي الوحده الاول مستحن بوحده عندي ما امسك السياره وعدي وادي لا 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 ان شاء الله امورك طيبه انت مره ليش ما تبي تعدي وادي تغير لا والله ما عيوني خلاص لا لا هو تعبان تعبان طحت انت البارحه يا ما اقول لك لا 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 امورك طيبه ان شاء الله ابو خليل ان شاء الله ما تنزل ان شاء الله ما بتنزل يا عمر يا مطر ابو محمد الحين يصب المطر صب ما شاء الله يا عذرتنا طيب الله عليك ما شاء الله شوف الله عليك شوف طالع يا ربي شوف 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 البياضه كيف ما شاء الله ما شاء الله اسبوع بتضل معنا هنا حتى لو 10 ايام اسبوع اسبوع انا اقول اسبوع لا هو برايي انا بيشلوني في ضغط الضغط ابراهيم انا ما رضى يا ود الجو جميل الجو حق كنت انا انا اروح يا ربي ليه لكن عادي ان شاء الله ما عليك باس عندك هنا علاج ما عليها باس لو تسبح عادي لكن انا الفقير حليل العالش هالوادي ما فالك طيب وبدال نعال 20 عال الحين بدال نعال حتى 10 بنعطيك ادريبك وادي ابو محمد ما تقدر يا ربي خرست والله الله اني خرست ايه يعني اهدا ايوه ما شاء الله ما شاء الله يا ربي يا هي حالة يا هي حالة هاي بقولك حالة إبليس دوك شو خلاص ما شاء الله ما شاء ها شوفوا شوفوا اللي يقول خف المطر وين خف المطر أي هليكوبتر بتي والله لا هليكوبتر ولا غير هليكوبتر شي حرتنا ابوي ما شي بعد يومين ثلاثه نيلس اجواء يا ابو غير نمون اجواء ابليس والشيطان يا سلام يا سلام ابويني انا تحت نزلت تحت ابوي الغيب مره 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 قرب الارض ابراهيم لا تقول ما وديتك مكان ماي الغيب تقبض بيديك لا بسقطه بيدين الغيب وبريولي بعد تجربة يا أبو خليل تجربة الدنيا تجارب سامحني والله يا إبراهيم ما كنت أدري إن شيء بيستوي ما كنت أعلم يا ربي ها كل نازل جدانا تحت يا الله يا الله يا الله قاعد حد أنت ما تقول توه هذا كله بيخف يعطيك الكمبيوتر وين عطيك الكمبيوتر بيخف ها أبوي نزل غيب تحت استغفر الله أبوي فوق فوق السماء وين جاي لا إله إلا الله شو تسوون الحين التو؟ أهلا طويل العمر أهلين أهلين مرحبا بك تحدي الخطر مارون خرست خرست هذا الريال أبوي ترى ذهب بخير من فراق العنود من ومود من من عافته العنود الريار ما ترقع هازم يرمس عمره مدواخ ورا الثاني صلب ورا الثاني ها كل من فراق العنود طع السيول بالله عليه وعلى اليبال سبحانك يا رب سبحانك يا رب اللهم لك الحمد شوفوا شوفوا بالله عليكم شوفوا الغيب وين يا ها عفد عفده هجم 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 الغيب الغيم هجم الحكم الغيم هجم ها هجم تحت ها شوف 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 الغيب وين طاح يا ربي ها منظر غريب منظر غريب لا إله إلا الله شوف الغيوم وين دخلت داخل البيوت
اله الا الله. شوف الغيوم. ما شاء الله عليكم. يلا وين وين وين؟ غيبه تحت تحت وصل تحت الارض. هذا هجوم هجوم غير مسبوق. ابراهيم ابراهيم انزل بداخل. وجبل جبل ماشي بس يبقى. جبل شوي لا شوي لكن شوي صعب صعب يا رجل يلا وبعدين طال عمرك مش الشغل للتصوير وبعدين نركب الموتور ونروح كيس ابوي حط تليفونك بالكيس لا هذول في الشطه وبنشبك على كتافنا نتفكر جزاكم الله خير الامور طيبه هذا يا الريع ها ها ابوي شو الراي؟ شو الراي عليكم السلام؟ يا خلاص هذا المنقذ هذا المنقذ العود عبيدي عبيدي مرحبا مرحبا طيب ايش حالك؟ كيف الحال؟ سلم يا مرحبا وقف مرحبا السلام عليكم نيسا معتنا نيسا موجودة كلمت انا كلمت انا سيد يلا جاي ها؟ سيلس سيلس هو اليوم قطعوا سيلس 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 تلاقي تحضر؟ تلاقي تحضر؟ اشكرك يلا يلا ابو محمد الكلام ما منه فايده ها الكلام ما منه فايده الكلام يقول ما في فايده توكل ما شاء الله ما شاء ابراهيم شو هذا؟ ابوي ادعولنا الله يوصلنا بالسلامة مأساة الخط اللي بال ماشي ما عليك باس كيلو وين؟ ما عليك باس بعد الله ثم الشباب ما في خوف يسار يسار انا عادتي ثوب وكندورة نايلون تحت ها دبل عن البرد انا عندي واحد يلا بسم الله اكلنا وشربنا حياكم الله شرب البلع مشكورين مشكورين على هذا رقم واحد الله يجزاك خير مقامك حياك الله محمد اهلين اهلين نور نور
عاش ابراهيم عاش ابراهيم ماشي سرت قدامي سر ما يخصك فيي
اي والله يا ربي ركز ابراهيم والله ينخريش يا واحد يشلك اجيك ابوي الطيور الجار حط لي حمام جيب لنا ها سجل الحين اذا تمشي تحت الطريق وعر كل من صعد فوق عالي اليبل كل من كان الطريق اسوء واقرب كم تقريبا 7 فوت على حسب السجاد 87 فوت حين يعني متر ونص ها حين اثنين هذا ارتفاع شوف ارتفاع السين تقريبا 7 فوت يلا مشي 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 Thank you.
هو اللي جاينا من الخصب لين هني. الله اكبر. فايز يعني تسلم يا فايز. يعني عليك يا ابو محمد. يعني من يابك الجنه. يعني من يابك الجنه. امين تسلم تسلم. تسلم. اسمي ربه ولي ربوك ما قصر. الله يسلمك. يعني تسلم. ذيب ذيب ذيب. طالع طالع على اخوه طالع على اخوه رشيد. كيف حالك؟ طيب زي الحال. يا هلا يا هلا يا هلا. اشكرك. بعد الله ينقب ابو يتهمل. ما علينا. شو بعد؟ الشور طايحه بالشور قلوب طايحه تتكتر. شوي شوي يلا في مال الله في مال الله حد قدام وحد ورا مشكور مشكورين يا محمد شكرا يا محمد مشكور يا ابو عفرة ما قصوا هذا النشر يا ربي المايك اللي نشر السلام لا اله الا الله ما شاء الله ما شاء الله عليك يعني تسلم يعني تسلم يعني تسلم هذا ابو المسعفين المسعفين وابراهيم ما اسمع لك حس ابراهيم لين ما يخلص هالليبل برتاح نفسيا هاي بعدك الشارع قدام ابو خليل الله يعينك الشارع قدام حرام عليك ابو محمد الشارع غادي رقم واحد رحين عدين عدين هذا الباص الشارع لو تدور حصاها الكبير ما تشوفها ويا الوادي وعين الدنيا كلها ما منزوره وتقطعت السبل اللي فوق فوق اللي تحت تحت ابراهيم هاي باح مش موجودة طالع وين ما الدرب دي هاش قبل خفحين طالع ايه وانت راكب هاي دي هاي دي كل ايابك وسلمك حد هذا اسد يا رحلة تبعك. أبكي حصان. راسك أبكي مفاجأة. يا رحلة. كيف تصوي الله إبراهيم؟
عليك ينزل اليوم الخامس ينزل يعني عليك ما قصروا الشباب قدمت الشقيق وانا وراحي يعني عليك تسالمين الله يحفظكم هلا الغالي هلا مشكورين 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 سلموا على الشيخ كثير السلام قولوا له وفيت وكفيت جنود مجنده ياركم الله ياركم الله اشكركم ما شاء الله تبارك الرحمن يا الله رب تحافظ هالدار وتسكن فيها طور الشلاله هناك هالي فوق هالي البيابة هذا الطريق الأولي اللي الناس تمشي عليه مشي الريور قبل الشارع هذا قبل الشارع لين تنزل هني هاي نزلت لا إله إلا الله الأوليين يجون هالطرق كلها كان حرمان وصل ولا حامل ولا تتوحم هاي النزلة ما قالت والله رويلاتي فيهن دوالي رويلاتي ما نشوف بلاهن لو تتكدين عمرك من يوم انت صغيرة في نشاط كان قديتي بخير حبنت عرسيتي بيلت مدرتين ثلاث قلت والله بشترك في الجيم مفروض وانت صغيرة تنقزين على كراع بتغدين شراتن الشحيات قويات لين يموتن هن صاحيات اللهم لك الحمد رواعي لي بال هالجباليات نعم هالبداء ما شاء الله عليهم بالأخص سكان روس لي بال مسندب تبارك الرحمن لا إله إلا الله أوه شر الليحات هذا كان أبدًا زلال والحين شو قال عتيًا 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 الله أكبر وعظم إبراهيم نزل درب حصل هناك هذا وانا طال عمرك موظفين الطرق ما مقصري والعباد يا توها طايحه ما شاء الله شلال حق وين جاي
شوف الفجوة هذه اللي تشوفونها انتوا، اتوقع ان في الوقت اللي خطف كان اقوى، وكل من يل الدف قوي كل من طر لي بالاخر. هذا فايز علي ولبوك فايز علان، هذا ابوي الرجال يشتغل في هيئه الطرق، في هيئه الطرق مال عمان، وهم ابوه يقوله الحين سؤالي شو سالفه الحين الشارع هذا؟ كم يباركم وقت لين يتعدل؟ لين يتعدل تقريبا يباننا مال اسبوع. والله؟ ايه كامل. ما شاء الله. 160 كيلو. 160 كيلو. 160 كيلو. اسبوع كامل صينونه. اسبوع كامل. رد مثل ما كان. ان شاء الله تعالى. سبحان الله. ايه. سبحان الله. المسافات كبيرة. المسافات كبيرة تداد لها السلطنة. اللي رايمة تخدم هالشوارع كلها ورايمة تغطي هالمناطق الشاسعة. طولها طول وعرضها عرض. كل منطقة نائية لها شوارع وصلت لين مكان لين بيوتهم. الخدمات الماي والكهرباء والمواصلات. نعم ما مقصر يزاهم الله خير. الله يحفظهم إن شاء الله. هذه من ضمن الشلالات. هذا واحد. وهذاك واحد. كلهن هيرن ها. ويرد لي صب الحمى صب ثاني من تحت. وكلهن يصيرن جدا الوديان لتحت. يصبن في الوديان. وخلاف يصيرن الاسدود. واللي يفيض عن السد يصير جدا البحر. شوف الغيمة هناك. بعده يقول لك الأمطار أغلبيتها كلها في سي، وين نحن بايتين البارحة. أغلب الأمطار، أغلب الأمطار في السي، ما جتها الأمطار أكثر من 10 سنوات. وهالوديان مرة ما شديت تأتيهم أمطار، لكن ما بهالكمية. بارك الله فيك، يعلك تسلم، يعلك تسلم، يعلك تسلم. ليت يوم يابت يابت 30 شاتك. تسلم ليت يابت 30. يعني الله يحفظك. نعم نعم. سعيد علومك. هلا ابو محمد. الاخبار. يا اهلا وسهلا. علومك. الله يسلمك. الحمد لله. رقم واحد. شوف هاش البياضه هناك وتيري الوديان. هذا الحين كل هالشلالات تصير تصب في هاك الوادي ويمشي. هاي يسمون الوادي يوم يقولوا خطف الوادي. هذا الوادي شوفوا. ها شوف شوف الله عليكم. تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. ها شوف وين يمشي. هاي مكان شوي خطر. هذا خطر هذا. هذا هذا خلاص فايز ها خلاص تطبق ننزل خلاص يمين خلاص يمين. لا 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 اصبر 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 طيب موبايل. الله يا ربي والله يا ابوكم يا الشارع هذا البارحه غادي غير نمونه. زلال 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 الشارع وحين طالع يا رب ايش قاعد الشارع معتين. كم باجي الحين عن نوصل؟ كيلو كيلو باجي عن نوصل مستوى سطح الارض للبحر. يا سلام سلام هالشيء ابو بداد لها السيارة بداد ذكير نيسان ما شاء الله عليك. اسميك اسميك لقو فيه ها. شو رايك في النيسان؟ نعم نيسان فنان ها؟ فنان. نعم يا محمد اللي ما عنده نيسان يعيش مع النسوان. لا حول لا حول. ايه ببشرك انا مواتري كلهن ياسين. نسمو الحين قص عاد هني قص عود. خلينا ننزل. لا عادي 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 عادي. امور طيبه امور طيبه نايم. وزن ابوك. بسم الله نايم لا إله إلا الله. والله عليك الوادي كيف كيف ما خرجنا مخار لي بعد. خلاص ما شيء مخطرة خلاص انتهت المخاطره. فكاك فكاك الحمد لله سلامتك يا محمد. الله يسلمك ويسلم الجماعه كلهم. هذاك الشلال اللي بتصوره الحين قدام بس ما يبينه. هي من تحت تلومونا في حب عمان. هاي ابوي يحب عمان. هذا اللي يبني حب عمان طبيعته وناسه واهلها وكرمهم وطيبهم واخلاقهم ومعناهم الطيب. عزيز يا ابو محمد يا علم يابك الجنه.
والله يا ابو تربيه صالحه ورجال ما حد شراتب. شوف الله عليكم سد الا قوي عفاريت هذا اللي فيهم ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يحفظهم. ابو محمد. نعم. كيف انطباعك؟ انطباعي يا ابو ما يبالي كلام. قبل لا تنزل الارض. قبل لا انزل للارض يا ابو الحمد لله رب العالمين. استمتعنا رحله كانت احسن عن ممتعه. الله يحييك. تجربه كانت جميله صدق نهاية صدفه لكن جميل لو منسقيلها ما استوت. لو منسقيلها مرتبيلها لكن رب العالمين يوم يريد لك. خوزيتي خوزي. خوزي يا كرهتي. الله العظيم. الله شو قدامني. لا اله الا الله. شوف 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 الطبيعه شوف العدل. اي يا حافظ. تاريخ بدايه الشارع. اول ما فتحوا الشارع سنه كم؟ ديسمبر 1982. ما شاء الله. اي نعم. من هذاك الان الى الان الى الان هذا كم وادي خطف وكم كم شيء خطف هني؟ بالملايين. وكل من يخطف وادي تي الصيانه وتخدم. إيه اللي انت تشتغل عندهم. شو اسمها شركتكم هاي؟ هي دار الطرق بس الشركه اسمها خل ما يخزن الشركه. انت لك انت تبع وزاره الطرق. اي والله جزاهم الله خير. بارك الله فيك. يا انا النفاف ابوي. يلا توكل توكل على الله. يا الله يا رب تحفظ هالبلاد حكومه وشعبا وتحفظ غابوس بن سعيد وتحفظ ان شاء الله كل من يحب ويود ويعز على هالشيء اللي مسوينه. والله ما حد سواه في الدنيا العوده. لا ما تنقص لا تدادلها الحكومه يا ابوكم اللي رامت لكم. انتم ما يروم لكم الا شديد القوي. شوف المطار. يا انا المطار. انا المطار بالعوده. ما ابي بيت سعوده ما ابي لي. ابو محمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا الشيخ ابو محمد. نعم. نحن نازلين لحم الخير مرانا. ما شاء الله ما شاء الله. على سلامتك. الله يسلمك ويحفظك. منور خصب. خصب منور باهلها. الله يحييك والله. يحييكم ويبديكم. رجال عيال رجال على الله يحفظكم. ما شاء الله عليكم. كل زين وكل فنان. يا سعد حظنا بهالرحله الجميله. يا سعد حظنا. اه سعيد. هلا هلا. ارمس ابو يرمس. يا هلا يا هلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. نحن وصلنا الارض حين. الحمد لله الحمد لله. وجبنا الخير ورانا. اي نعم خير. ماشي مطار هنا. الخير. الحمد لله. ابالي زين ياي. الحمد لله الحمد لله. وان شاء الله بتسحبوا وياك. ان شاء الله ما عليه. الخير 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 هناك مكود ما شاء الله. يا هلا. اه ابو ابراهيم. ما اسمع لك حس. خلاص انا فرحان وصلنا بالسلامه. ابني اسمع كسر وعيال. ما شاء الله. شوف الوديان محمد. ما شاء الله. الوديان. آه شوفوا شوفوا الوديان. شلبكاك. اي ها. روح روح. روح ابوي روح. ما في. فايز انت تتابع من قبل ولا الحين؟ من قبل اتابع من سنة. والله؟ من متى؟ سنة؟ أكثر تقريبا. والله؟ ونص. سبحان الله سبحان الله. كيف الله جمعنا وياك صدفة. انا والله مبسوط بشوفك على الله يحفظك. جزاك الله خير. شباب ما قصروا ما خلوبنا بخط ومدح اليادي كمزار فورني ما خلينا بقعه تعد وتذكر ما سرنا. جزاهم الله خير. الله يحفظهم. لا تنحب وناس شعب حبيب وناس اطياب وخيرين وكرام شاهد الله يعلى الله يحفظهم. الله يحفظكم. لا من يزيد عليكم انتم. عليك السلام ليدي خلوط. ابراهيم شو بلا الشارع هذا؟ اقول وين انا هذا كان هالوادي هذا؟ هذا الشارع الباحه كان عدل يا ابوك. جمع هالوادي. جمع. داير في الدنيا يقول. اعطيني اعطيني ابراهيم. اعطيني الشارع. ابراهيم ابراهيم يقول نحن هالشارع ما جيناه. اول مره اني في هالشارع البحث شاف ليش ودونا الشارع البارحي. قلت له ابوي هذا هو الشارع. لكن خطف عليه شيء ما خطف على حد. السلام عليك. الله يسلمك. ايش حالك؟ كيف انت؟ الله يسلمك. حياك الله. الله يبارك فيك. مغامره كانت. مغامره رقم واحد. مره. انت قاصر لنا. تعرف ابراهيم؟ تعرف ابراهيم؟ تعرف ابراهيم؟ امور طيبه معروف. يا سلام. الله يسلمك. الله يحفظكم. طيب شنو يا خوارزمي؟ ها. ايوا
وصي. جزاك الله خير. أبغى أشوف. سمعت سه تشفيره. يا حلك يا حلك. الله يحفظك. الله يحفظك. شوفوا صنعة الله سبحانه وتعالى فيه. شوفوا عجائب الرحمن. لا إله إلا الله. منظر جميل. الحمد لله على السلامة. على كل الناس اللي عندهم على فانة على غدا على على عرس على فرح. هاي حين حلا ندبة السلامة. قلنا بحفظ الله ورعايته إلى الفندق. يا ربي بعد يوم حافل من المغامرات. أي يوم يومين حافلات من المغامرات. أتانا مسندم تونا واصلين في الفندق بحفظ الله ورعايته. ما في عندنا قطرة. وبعد هاي هاي الشركة حليل هم جايين بعد تلقفوا لنا. يا سلام يا سلام يا سلام. هذا كله لنا نحن. أهلين أهلين. على السلامة. سلامات. الله يسلم كيف الحال. الله يسلم. يا سلام يا سلام. وافين وافين وافين. سلامات ابو محمد. اهلين. هلا بالحبيب. سلامات والله. ايش حالك الله يسلم. كيف الحال. بخير الحمد لله. السلام. كيف حالكم. يا مرحبا والله. الله يسلمك. فيها مغامرة طيبة. مغامرة طيبة. مغامرة خطيرة. قدها قدها ودود. ما قصروا الشباب. طيب. يا المحل مال اللي امساتينا حليلهم زري. هذا محل الزري اللي يبقى مشاب وسراريد ومشاب وقفاف وما ادري شو عندهم ودخول يعني اشياء بروحهم. هذا شو بانكم شو هذا هي بعد اشياء تراثيه ولا حلوه. يرز على هيئة ميدلية. سبحانك يا رب. جزاهم الله خير. ليه البنيات. مشروع جميل وناجح. وها اللي بيتواصل وياهن يطلبوا منهم هالقفاف ولا السراريد ولا المتشاب. الخدمة الأولية يعني عندهم. ما هو هذا شغلة. أتخبرك معنا. وهذا بعد مشروع توا بعد ياي. خبيصة ذهب أول. هذا بعد مشروع بعد مقيل. خبيصة فرشي. شكرا جزيلا للي بيسوي طرشين خبيص. ها ست كامل. هذا حسابهم. ها للي مثلا بيطلب ولوشياته هذا رقم التواصل مالهم. خبيصاتهم يوم انا اقولكم فنانة يعني وانت مغمض. خبيصة بر وناضي فنة وريحة تخنينة فيها مكسرات بعد وغاوي صاروطية على فكرة من نوع اللين شوية. شوف سبحان الله. شوف الجمالية. شوف جمالية المنظر. شوف جمالية المنظر. هاي عاد خلاص هذا يفيض عن السدود ويفيض عن كل شيء. مسويين لبوي طريق يظهر مثل ما تشوفون. هذا هاي مياه الأمطار الوديان تتيامع. شوف سبحانك يا رب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اي والله سبحان الله. اي والله منظر جميل. اللهم لك الحمد. تستاهلون تستاهلون الرحمة. تستاهلون الرحمة. سبحان الله. ها صح؟ هي عيشو اخر التصوير هذا. هي سبحانك يا رب. شوف شوف شو قاعد جالس. لا اله الا الله. وين دافج الحين الوادي.
هذا المدفع. يمشي الوادي ها. يجيبه من هالأماكن. يصب هنا. يسير البحر. لو ما بهالنمونة بيغدي البحر يبوك مالح مالح. هذه خفف نسبة الملوحة في البحر. الجري. هاي الجري والبارحة يوم الحنيني يوم الخميس. شفت البحر ايش قايل طايح؟ شفت البحر كيف طايح؟ وحين ها ما في الحاضر مدح. هذه بقول لك البحر غداء. اشارات حد بالعرب يكون ما حد خير عنه. فجأة من يستوي أداة الدون بينك وبينه غدالك كلب ميدع كلب مقطف اللذاني. حد بالعرب يغلي هالنمونة يكود فيك النون وما يصنعون. لو ما فيك شيء يشتري من السوق ويكود ويغرف شيء في القون شيء في صياني شيء بملال شيء بغنات. هالنمون حد بالعرب يشبهونه بالبحر غدار ما له ربيع ولا له صديق يكود بالعرب بالمزماه. حريب لي يا رب ان شاء الله اقدر اصور طلع في التصوير. فرحانات في البحر يوم يمتزج اللون الوادي بالبحر ونازلات تصورن هن وعيالهن بشيلهن وعبيهن حافظ عليهن على من رباهن. شوف الله عليكم هاي بيوتها الاول مرة على السيفة بمسايدهم وبيوتهم وتكيكيناتهم وحالتهم. سبحانك يا شيء يحسن عن هالنمونة عيشة يبل وبحر ودام وذبيحات من اليبل عيشة والله يا ابوكم عيشة هالعمان لأنها ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظها. جماعة يا يتشكرون لإبراهيم بالتوفيق بالسلامة. من أنت هذا؟ شطحتي هذا؟ ويا طعمام بردان حافي لا تملأ لا تملأ شل الوادي نعاله. يلا أشوفه نعال ثاني هاي العافية يعطيكم العافية. أهلا والسلامة مال عامل؟ إيه والله حليل صورة بعد الوليد الفنان قالنا صوروني هذا الوليد ولد رجال بعد غير نمونه ودار حبو عندنا. ابراهيم وين انت؟ صابوني بلاك صاب منك زين. قال ابوي صوروني بظهر عند سناب الخالدي. هلا هلا هذا كله هذا كله ابو شو اسمه وليدك؟ وليدك شو اسمه؟ عارف الزياني من شباب الراس الخيم الطيبين. ايش حالك ابو محمد؟ جايلنا لين قرب المركز. الله يحفظك بالسلامة. الله يحفظك ابو محمد والله كنا نترياك طالب يعني ما ذوق حزنك. نعم ايش حالك؟ الله يحفظك والله انكم اذا ما تعبانين لا لا بخابرك البيت. لا لا رقم واحد. نعم كان شفت ابراهيم في المقابره شو سوى؟ شفناكم اول ما صرتوا لين جيتوا هنا. شو رايك في الرحله؟ اول باول والله فنانه. نعم وش حالك؟ الله يحفظك يا طيب ابو محمد يطول بعمرك والله يخليك. انكم عذرناكم ولا ما عذرناكم مكرمكم والله ورانا طريق يا ابوك عندنا لين بضبي. الله يحفظك الدنيا تشوف الجموخ. الله يحفظك شكرا جزيلا حبيبي. طيب الله يسلمك. وصلنا راس الخيمه. راس الخيمه الحبيبه راس الخيمه الطمأنينه راس الخيمه الاصل والفصل والعز والكرامه. وصلنا الله يحفظكم. كم شفت من العرب اللي فرحوا بشوفي وانا فرحت بشوفهم. صورت ويا واحد بلمين الباجي بما رمت ياي اول بادي هلكان وعنثر طريج وعنثر شطه وامطار وخطر ومخاطر ونش ويلسه وايد هالاشياء. لكن الحمد لله رب العالمين علما بان الموضوع اللي استوى ما كان مرتب له لكن نقلته بكل حرب. انا حاب اسوي شيء. انا ما احب لازم اكون متعدل ومتزين ومتزقرت بس حق اصور. اظهر لكم بكل حالاتي بزيني وبشيني بعدلي بمايلي الطبيعه كاشوفي عين شوفي. فلذلك حسيت بمتعه حسيت بمتعه قصوى متعه قصوى. يوم ركبنا ليبال انا لو حد يقول لي ندوك هذا مليون ارقى اليبل هالنمونه ما بعد يزيغ اليبل اليبل يزيغ. كيف بني ادم يتشلبح على يبل ما بدري ولا بنا يبل طايح النمونة لا مرتكز ركزه غير نمونه. فتروعت اول بادي لكن يوم شفت الشحوح ما شاء الله عليهم
والظهوريين والشباب اللي نحن وياهم شجعت، قال ما بتخسر شيء جرب، لكن جربنا الحمد لله كانت مغامرة ناجحة، وشجع كل حد ويتعلم علومة الجماعة هاي روح لياقة ورياضة من أروع ما يكون. وعلى فكرة ترى لا بيسوي الأسلوب ولا بتسلب ولا بتتعور، أهم شيء تركز وتخوز الخوف عنك. طلعت رياضة جميلة حلوة، والشعب الإماراتي والشعب العماني مارسونها من آلاف السنين. نوع الرياضة هاي اللي هي تسلق الجبال أو صعود الجبال أو هايكينج بايكينج ما يسمونها، طلعت ترى أبوي اللي مكتشفينها هالراس الخيمة، أنا تحربوا مكتشفين الأجانب يتعلقون يشلبحون على الحصى، طلع لا أبوي أول من اكتشف هالأمر هم هالرأس الخيمة، هم اللي اكتشفوا إيش قاعد يشلبحون على ليبال، ما بلا تشلبحوا على ليبال، بنوا في ليبال وعاشوا وسكنوا وعرسوا ويابوا عيال وقصوا العسل واحتفوا السمر وسووا الصخام، هذا كلهم في جميم ليبال، وحملا حريمهم ويابوا العيال وربوا العيال واستووا خيار العيال ودافعوا عن البلاد والعباد، هذا كله بيظهر من عند شحوح ما شاء الله عليهم، شحوح أو سكان ليبال، سكان روس ليبال، بغض النظر عن أي طائفة، أنا ما أتكلم عن طائفة معينة، لكن ككل ولا حقران في الباجي، سبحان رب عطاهم بالفطرة، عطاهم بالفطرة القوة والنشاط وعطاهم العزيمة ما شاء الله، جزاهم الله خير عنا وعن كل لواد. وعلى فكرة يتني اتصالات وايد ومسجات وايد من جميع أنحاء العالم، كل الناس تقول إنه اللي يتحزم براعي ليبل، اللي يتحزم براعي ليبل عبارة كأنه متحزم بحزم حديد، ما بحد يقول لك محمد تحزم عبارة كأنه متحزم بحزم حبال محزم خوص، لا هم حزمهم حديد وباس شديد وهم روحهم شدة، يعني الله يحفظهم ذكورا وإناث. بس كلمة شكرا قليلة في حق هذا الإنسان اللي قدم لي دعوة من المملكة المتحدة، كنا في لندن وقدم لي دعوة على ولاء على بسندم، وقال لي ابو محمد ضروري تشرفنا وتينا، لكن رب العالمين الحمد لله أراد أني أحين أسيره، سرنا واستانسنا وعينا من الله خير، وكان صاحب فضل في نجاح هاي الرحلة المميزة اللي أكثر عن مميزة، الشيخ أحمد بن سليمان آل مالك، يعني الله يطول بعمره ويحفظه. شكرا أخي أحمد بن سليمان على كل ما قدمته، أنت والربع اللي وياك من أصغر واحد لين أكبر واحد كلهم، هل باليزر هل بالخيران هل باليبال هل بالبر هل بالبحر، كلهم ما واحد دون عن الثاني. سبحان الله يتصل كان اللي يسمعني. يا متابعيني الأعزاء اللي من هالرأس الخيمة أو اللي دل المكان اللي أنا باه، أنا أريد أسير أنا سائر أبو ظبي إن شاء الله، بخط في دبي بنزل إبراهيم عند سيارته، لقينا تليفون دريور خلينا يجيب سيارة إبراهيم لين دبي، ومن دبي هو بيسير بهالين أبو ظبي لين العين، لأنه ما نبى يرد ويانا لين أبو ظبي، لازم فقير بعد يتعب طريق عدله. إنزين لما هذا موضوعنا، اللي منكم يعرف العنوان، أنا في خاطري أكل من التشيز كيك مال قوم مندل المزكي، هم عندهم كوفي كافيه في رأس الخيمة يسمونه ذا اتش أو اتش ون شيء من هالقبيل، اللي منكم يعرف العنوان يطرش لي إياه لو سمحت. على كثر ما يظهرون في الانستغرام تم في خاطري ويا سهاديب، وقلت في خاطري اذا الله راد وصرت خصب ولا صرت راس الخيمه ولا صرت روس نيبال، يا في سيرتي يا في ايتي لازم بخطف وبطعم من هالشيز كيك اللي كل حد يصيحه، فلذلك الحين اللي منكم يعرف العنوان يطرش لي اياه لاني في خاطري اطعم من الشيز كيك مال قوم مندل. شكرا جزيلا.
عطانا لوكيشن وحين نمشي والله ولا عرفنا وين هالمطعم الكوفي من الساعة ونحن نمشي حطنا الدنيا هذه كلها يعطينا اللوكيشن هالمكان وين التشيز كيك مال من ذي مزكي هاي مصيبة بعد هاي شاوتن فيها العافية هاي برد والله ما رد لنا عند المكان ثلاث لوكيشنات كلهم يودني غلط ما ادري هل اللي عندي انا خربان جوجل ولا اني يصير على هواه كم يلسنا نحوط كم يلسنا يعطي اللوكيشن لين هي ويختفي هيك ها تخبر هذا الرجال يمل الله الله فينا ما عليه صورناك لا هود ولا هدى حبيبي يا محفوظ اهلا سلام عليك حبيب الوليد كيف انت الحمد لله بخير ما شاء الله مفاجأة يعني صار ان شاء الله الله ان شاء الله دوب يا مرحبا وسهلا اقول لك وين مطعم مطعم قوم مندر هب المطعم كوفي كوفي مندر المزكي مندر المزكي ما اقول لك هناك في سوق سدرو لا هني قالوا في الضيت في الضيت هني هي كوفي كوفي يا ربي ما انت الخالي والله ما اصير كوفيات الصراحه يا رك الله الكوفيات انا يا رك الله نعم بالله عليك الرحمن مال مشي مال هذا حتى هذا الحبيب هذا ما ادري بعاده ما شو انت ما طبل شو طبل البنايه هي وفي وحده بعد احنا ما نبي مطعم نبي الكوفي مال قوم الكوفيات زين هاي المطاعم والكوفيات هالصوب زين شكرا العفو شو اسمك انت شو اسمك عبد الله بن عوض العلي والله مليون والنعم سلم على عمرك وعلى هلك وعلى كل من تحبه يوصل حاضرين فضلوا ويانا زين لا خلينا من البيت والله قريب يعل عمرك طويل بس الحين غرقان شوي اوكي حبيبي يا لك في ذات الرحمن الله يبوكم دارت خرائط راسنا لين وصلنا يوصلنا اللوكيشن لين خاري لكن ما يقول لنا دخلوا داخل هرا داخل يا ربي هب هلا عرفي عسب تشيز كيك من آخر الدنيا ما شاء الله الحمدان الحمدان أبوي أول ما وصلت لأن قدامي وعاز مني الله يحفظكم أنت قد تدفع الحساب صح؟ بسم الله عليك شو اسمك عاد الكامل الحمدان؟ حمدان 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 ما شاء الله عليك الله يحفظك شو في عندك؟ فيكو فيكو لا أحيانا سألتك شو عندك شو قلت أنت؟ بارد ولا حار؟ بعد كيف يعني بارد ولا حار؟ كوفي كوفي بارد لا لا نريد حار شو السبيشال عندك؟ سبيشال سبانيش كورتارو اها اند في 60 سبيشالتي كوفي في 60 لا فيري سبيشال فيري سبيشال شو؟ اتس اور سبيشال سبانيش كورتارو سير انزين والتشيز كيك وين نمونه؟ يا ون... هذا شكل بس اريد احنا 3 تشيز كيك اوكي زين وهذا اللي خبرتني عنه سبانيش كورتارو هي هذا حار صغير حار كيف يعني؟ يعني سبايسي؟ Not spicy. Double double shot espresso. Make it triple for me. Triple shot. ها شو التحرى أنت؟ يلا. بعدين مرة ثقيل. ها؟ مرة ثقيل كوفي. أحسن أنا أريد ثقيل. شو what's your name? My name is Faisal. Faisal. Yeah. ما شاء الله عليك وهذا. حفيظ. حفيظ وفيصل. ما شاء الله nice to meet you. شكرا بابا. بابا أشيت وأنا بصابني. حبيبي علني أفداك. هديتك أنا لا خليت منك. أبوي يدانك أكرام أنت يعني يدانك من هاي البلاد الفنانة يعني الله يحفظك زينة تعال حمدان يا أبوك أنت اسمك تدري على منو مسمينك أنت اسمك على اسم شيخ اسم الشيخ حمدان بن محمد حمدان بن محمد بن خليفة هذا أكرم مشايخ أبو فلاح يعني الله يغفر له الشيخ حمدان خليفة وحمد سلطان راشد سعيد بن هيان يد عيال الشيخ محمد بن زايد لازم تعرف هالمعلومات زين ما زين زين وبنته الشيخة سلامة ماخذها الشيخ محمد بن زايد شو رايك هالمعلومة جميلة ليش جاي شفناك بالسناب ويانا والله لا بسم الله عليك الرحمن الرحيم الله يحفظك يخليك ان شاء الله اي صف حبيبي ثاني
الله يبارك فيك ويرحم فيك البركة. عليكم السلام. يلا شكرا حبيبي شكرا. انت بتحاسب عني؟ اخذنا 3 تشيز كيك وثلاثة والثنين فور ذا كوفي. هذا شو عرفت له؟ فورتادو. زين؟ شكرا جزيلا حبيبي. شكرا حمدان حبيبي شكرا شكرا. حافظ عليك يا حمدان ما شاء الله عليك يا حمدان. ما شاء الله عليك يا منذر. فادحي فادحي فادحي. تتبلى عليك ابراهيم؟ فادحي؟ اي والله اي والله شيك. الله يوفقك ابو يا منذر ستارك الخير الغالي. اخيرا جابتني الصدفه ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الله عليكم يا حصاي. ها نما. سلام عليكم. نما الى علمي نما نما الى علمي انك موجود في مصنع الرجال. هي والله ايش حالك منذر؟ انت في الكوفي؟ هي والله. ليش انت ما خبرتني كان جيتك؟ نحن خاطفين سايرين سايرين ابو ظبي وتذكرت الكوفي ومليون واحد طرش لي اللوكيشن وكل غلط تونا صابينا عليه. الله يعزك يا اخي هاي ترى يعني زوايد ولها معاني كبيره والله العظيم ما تتصور. الله يطول بعمرك. انا وايد هالي جماعة. وايد ناس يعني سبحان الله اقول ما بقول لحد تعالوا لي وايد كبير. تستاهل العنوة يا ابو يا ابو هند. انت اخو والله العظيم. والله يا ابو انا متهلع عليه يا ريال من كل يوم اشوفك تاكل منه ومتهلع عليه واليوم جيت اكل منه. اوه زين اعطني بكلم حد من الستاف. ما قصروا حليلهم ما قصروا. هذا فيصل لبع بيديه وريوله. ها ايه حليله. لا فيصل تعال ارباب يريدك. سو الو. هلا سيد حسن. انا ما يدك برادر واحد هذا في 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 لا خلينا منك يا ابو هند. لا خلينا منك. شكرا جزيلا شكرا حبيبي شكرا. لا خلينا منك شكرا فديتك. اقول لك منذر اقول لك ترى يت حرمة وياها وليدها ويا الوليد صغيرين صغيروني هو لي ادى عنا هذا اللي نحن طلبناه. هي والله حرمة والله ما اعرف احافظ عليها. هي والله ولدها صغير واسمه حمدان. ايه حافظ عليه وعلى من رباه. واحد من عيالي اسمه عبد الله بعد. الله الله فيه. زين حبيبي الله يحافظك. الله الله فيه. يلا في المغامرة. ايه شفت الجوكر. الله الله يحافظك. مرحبا مرحبا حبيبي. الله العظيم هذا اللي سوى القب ميان. عاد اسمه ما اعرفه. صورت شو اسمك؟ عبد الله. ولد ابو ميان. ولد عمك خلفان. ولد عمك خليص. ولد عم ابوك. ولد عم ابوك. امه تخصك؟ امه ما ادري. امه تقدر والله والله ايه والله والنعم. ولد خلفان اخو صديق ربينا وياه مستوينا. وانت حينه طرش انك منذر. ما شاء الله عليك. لازم تقوم بالواجب. انا عبد كريم مفرمس. جزاك الله خير. الله يبارك فيك حبيبي. سلم سلم ان شاء الله. جزاك الله خير ابوي. الكيك ترى ما يبالي رمسه ما يبالي اي كلام. اللي بي راس الخيمه ولا بي خط كافيتيريا شو اسمه الكور الاتش كافيه مال قوم مندر. هذا ترى غلطان. الاتش كافيه مال قوم مندر رقم واحد هذا عندكم. ترى ما شيء كيك غير هذا ما شيء صح؟ في شيء ملك كيك ولا بس هذا؟ لك أظني هذا هو الزين. لك أنا ما أشوف شيء عندهم بس هذا. خلص عاد هذه اليابانية. هذا هذا أبوي التشيز كيك اللي ما شيء شرات كيك في الدنيا العود. اللي بي راس الخيمة ضروري خطف اتش كافيه ويطعم منه. أنا أول مرة أطعمه هذا عندهم. وايد فنان.
مطعم عنده مطعم في الامارات يعني هنمون عندنا شيء منتج جميل يعني. ومنذر ما شاء الله عليه مبون مميز ولا يحب الا شيء مميز. حمدان سار وياب لي هالورد الفنانه مسوي زحمه في هالمكان لهالمنذر. هالمنذر الكوفي مال منذر ايش كافي ها؟ ايش كافي اسمه هذا هو خشمه. كيف حالك؟ خير. شو اسمك ولد منو؟ غيث ولد عبد الله. والله مليون نعم. غيث انت جاي تاخذ كف كيك ولو جاي تسلم؟ اخذ كيك اسلم. حبيبي بسم الله عليك. يلا الله يحفظك. هاي صغيرونه كذي؟ تعالي فطامي 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 ما شاء الله فطيم. السلام عليكم. ايش هاي فطامي؟ انت بخير؟ ايه. محلات. ويدي اي وحدة اسمها فطيم تغني فنانة تعرفين؟ منو خبرت؟ ولا توج تعرفين؟ اي وحدة فطامي تغني فنانة وجميلة ومؤدبة كما تغني وايد 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 شاطرة في المدرسة تاخذ الثاني الثالث. انت كم تاخذين؟ والله بسم الله عليك. الحين انت شو عرفت في حمدان؟ شفت اسنابك. زين هذاك حمدان يا ودفع عني الحساب، انت شو بتسوي؟ انا دفع الحساب خلاص كيف دفع؟ زين منو جايب لك انت؟ تصير تقول حق امك خالد انت بتصور ولا لا؟ هي. الصوره ب10. زين شو رايك؟ لا. بتصور ما تبي تتبع 10؟ يا ربي ما بخلك. سألك شو سألك إبراهيم شو سألته؟ استرولن عادي. هي والله. سبانش لاتيه ولا شو؟ ما أعرف شو. سبانش لاتيه يقول لازم تشرب سبانش لاتيه. شو اسمه هذا فيصل؟ شو هذا سبانش لاتيه؟ سبانش كورتادو. كله ولا شو؟ زين لا لا كله زين. ها؟ كلهم يتابعونك. انزين انزين ما بتحب ما بتقول تمنو؟ انا حمد سلطان نعيمي. انزين وهذا؟ عبد الله عدنان نعيمي. والله والنعم. والله مليون والنعم. تدري عندك عندك ابتسامه تطرد الفقر 40 سنه. يا الله يا رب تحفظك حق هلك. ما شاء الله عليه. من اول ما اجبل من وجه المحل وهو وجهه مبتسم. يا سعد حظ هاللي بتاخذك. منين امك؟ امك ام منو؟ ام منو امك؟ ما شاء الله. ام عبد الله. قلت لها تقولي ما قلت لك اللي بياخذ بنت ولد لازم هم اللي يدفعون المهر والخسر ويبنون ويفرشون ما يجيهم الا طرق البش والسفره والعقار حتى ريح وعطوره ونعوله كله على العروس. لا تقولي ما قلنا لك هالولد الفنان اللي الله يحفظه هذا في حال تخرج وكمل دراسه. وانت ما تبغى تصورك؟ ليش؟ ليش؟ خليني اصورك. لا يا ريال. ليش هذا شو بيطيح؟ مسوي برد. بسم الله عليك. ها؟ وين روح؟ ها؟ العين. يلا حينه ان شاء الله. شكرا ابو ميان. حاضرين. بيفور شو جبت حقي انا؟ What do you bring for me? Before you, I give for you Spanish cortado. Spanish cortado. Spanish cortado. No. We have another one Spanish cortado. Mandar, what he said for me? It's a Spanish cortado. No, he make telephone. He said, "Sugar, sugar." Spanish latte. Spanish latte. Spanish latte. Hey, now, yalla. Show me what is the difference between the Spanish latte and these things. يلا عادي quickly. Okay. Make one. Not make. What is the difference here? يلا. Spanish cortado is hey. Small glass. Hey. This glass. Uh-huh. يعني double espresso شوية حليب. إنزين. Okay. Spanish latte big cup. Uh-huh. More حليب double espresso. فرق في حليب زيادة. That's it. Yeah. Thank you. Welcome sir. Thank you حبيب. ليلي شوف انا وين واصل. ترى ما يتراوالكم صدق. ترى ما يتراوالكم صدق ابدا. شو ما شاء الله الله يحفظك. لو دريت يا ابوك انا جيت من زمان نور راسك كوفي مال منذر. انا امسات جاي من السعوديه. الله يحفظك. شو كنت تسوي؟ مو سعوديه.
الله يحفظك. طول طول سعودي. الله يحفظك إن شاء الله. من هل وين أبو يمك؟ من هل الشرق. دمام في وين؟ دمام في الظهران. الظهران. أمك من هل وين؟ من منو؟ من دور مطر. والله ونلي ونلي. الله يحفظك منور السنة يعني أنت وروحك منور الله يسلم سلم على أهلك وسلم على كل من يعز عليك حبيبي شايف الخاطر الله يحفظك قطعت هالبنية العروس الغاوي الفنانة اللي ما حد شراتها شو اسمك نجلة نيلة ما شاء الله نجلة نجلة يعني نيلة ما شيء نجلة نيلة لا تقولين نجلة حق حد نجلة اللفظ مش مال الإمارات قولي نيلة اسمي نيلة زين إن شاء الله زين مالي تبي احبك تعال بسم الله عليك الرحمن الرحيم اي صف نيله نجله يلا نجله عشان ما تزعلين نجله باللغه العربيه الفصحى نيله باللهجه المحليه فاهمه اوكي مايا شي تبين شكرا انك ليش انت عزرتي على ابوك ودني 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 ليش ليش عزرتي عليه فقير خليتيه بقلابي خليتيه بقلابي تهي موتر لدري وش اوكي حبيبتي مع السلامه مايا صلاح وين انت بلاك متخادي بلاك اسد كل يتكلم وايد يا يبا ياكل الهوى عنك خلي ولي صلاح حبيبي انت متى بتون شو لسه بتيوزن ببخيت اوه سعيد سعيد ببخيت سلام عليك ايش حالك الله يحفظك مرحبا ببخيت والله مليون مرحبا خير يوزو يوزو صلاح يوزو سعيد الله راضي لك وين الحرمة عاده هو متروع من المقص لا متروع من المقص هو زايغ من المقص قايلين له رقت بتقصه بتقصه ايش حالك ابو بخيت كيف انت انا بخير الحمد لله ما نشكو باص طمنا عنك يا ابو بخيت ربك بخير الحمد لله الحمد لله تستاهلون يا ابو بخيت اي حرمتين وين حرمتين ماي وينهم حرمه ينن عقل يا ربي يا سعيد الله الله في عماركم تمشى شوية تمشى مشى ورياضة شوية سعيد الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد الله يعافيك ويعفو عنك إن شاء الله الحمد لله أقول شو شو عند شو ختي حصه بخير ان شاء الله بخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بخير اي والله الله كريم يا ابو بخيت ويا بيتنا الحمد لله بخير وسهاله ولقطنا هالمفاجاه على ما تشوفون هاي الخيمه عدله ومزينه وغادي في بيت تحرونه بيت شيوخ ما كنا بيتنا نحن البرود والدنيا وهالكراسي ها ايش طلع عليكم هاي مفاجآت ام محمد سوت لنا هاي اليلسه شي الفنانه هاليلسه الفنانه اللي ما شي شراتها اي والله طيب بنرويكم الكراسي ها الكراسي شمعدان
كل شيء جديد، كل هذا جديد. يا سلام يا سلام يا سلام. اعطي موبايل سلام. لا نمشي نمشي ما شيء مرة ما شيء يعني. الحمد لله نمشي وناكل الحمد لله. الله أبارك الحمد لله الحمد لله ما نحس بشيء بس مواعيدهم بس. حتى شو خدي حصة خير؟ كل بخير خير إن شاء الله بخير إن شاء الله بخير.